طلع الضو له. اذا مو خير حواجي هذا لا لسه كمان شوي نستنى. كبه يا زلمه كبه. اخ ليش هيك كبيت الوسخ كله بالاراضي؟ كبه يا زلمه في مين يلم؟ هذا شو؟ مركب وسخ، ابوي هذا عم ياخذ راتب من الدوله اذا بان لا لا. اليوم مو مخير. ما هيك اي والله. لملم احمد لملم ماني حي لملم. طلع توكلي. يا رب. طب تاو لموا مانا ولو؟ اليوم عم نقول جو. روح بنقول روح قوم. هتوصل الفطور ها؟ لا هذا هلكني. يلا ديزا. ما في غيرنا انا وانت يا زلمه. انا شيء خفيف. عبي التراب. يا طلعت انا الزبالة على ذاك مكيف على الزبالة. حرام ولو طلع شو على المطبخ. حرام ايش يا زلمه؟ بياخذ راتب الزلمه من تبع المحيطين. عم طلع علينا طلع. لموا لك. قال له قال له لموا لك. لا ولا حرام. لا 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 عيب. لك ايه يا زلمه؟ عيب عيب. شو باقي؟ ايش عبيتني عبيتني. نحن يا دوب عم يشيل اغراضنا نحن فاضيين نلم له زبالته. مو زبالته يا زبالتنا نحن. مجبور مجبور غصبا عنه لازم يلم. تاتا بس نفذ معي هاي. تعرف شغلة؟ مو عيب علينا تركنا هالوسخ بأرضنا وهالشب الصغير صار يشيل لحاله بس مو عيب عادي بس حرام مجبور حرام علينا كويس كويس بس اللي عم نعمله غلط خذ روح يا زلمة شو بس تخيل حالك مكانه ليك ليك لا 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 طفي النار خلي شغلة تعرف شغلة؟ عيب علينا انه وسخنا الوسخ وتركناه ورانا يعني واذا زبال يعني اذا زبال شو نعمل يعني؟ يعني اذا زبال نتركه هيك ننهينه ليش ما نروح نساعده؟ ما هنا بس شغله هذا يا حجي شغله هيك بنوسخ شغلتنا نحن كمان؟ هاي منظر طبيعة لازم نحافظ عليها غلط انه نكب هيك وسخ اماكننا يعني وين ما نبرك نبرك نوسخ 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 في مين ينظف؟ تعرف؟ إذا فينا نخوة عن جد وفينا رجولة بنروح نساعده. عيش من إيدك تخيل نساعده. عمي شو عم تعمل؟ عمي بخير يعطيك العافية شو عم تعمل؟ ما عم نعمل شيء عم نعمل واجبنا بما إنه نحن وسخنا فحقك علينا انه ما نظفنا نعتذر الله يكثر من امثالكم عن جد في كثير ناس هيك تعذبني بتوسخ ورا تعذبني خلينا نطفو الله يكثر من امثالكم يعطيكم الف عافيه الله يعافيك نحن غلطنا لما تركنا وسخنا ورانا وقمنا حقك علينا بنعتذر ولو يا زلمه واجبنا لا يا زلمه فداك يا زلمه عادي الله يعطيك الف عافيه والله الله يكثر من امثالكم ضل شيء في كثير ناس هيك بتعمل فيني يعني الله يعطيك الف عافيه. تعال بدي اسالك سؤال. تفضل. صار لك زمان تشتغل هالشغله؟ والله صار لي شغله سنه. صار لك سنه. طيب ليش هالشغله اخترتها؟ هالشغله انا ما معي شهاده وظيفه حالي فيها، ما معي شهاده انا. ما حدا بيقبلني غير هالشغله. كمان فيك الخير. بكفي انك ما احتجت ها
حدا ما مديت ايدك لحدا، بكفي انك اشتغلت وعرقت فينا. اهتم لنفسك واشتغل. والله يوفقك بحياتك. والله يوفقك ويسعدك. وان شاء الله من هون ورايح عن جد انا ما عاد اوسخ وراي، لانه فعلا عيب يعني انه اذا واحد بده ينظف ورانا من كب ورانا ما حلوه. يلا عمي دير بالك حالك. الله معكم يا رب. الله يعطيكم الف عافيه. السلام عليكم. بتمنى انك تسامحنا. لا لا سلام. انت فلان شايف؟ لازم دائما نكون في قلبنا رحمة وإنسانية، لأن العالم مو عبيد. يلا مشي.